تواصل اللجنة الشبابية في ندوة الثقافة والعلوم عملها المتميز في استقطاب المبدعين الشباب من مختلف الاتجاهات الفنية للمشاركة في برامج الندوة الكثيرة والمتميزة طوال العام. وبالتعاون مع اللجنة نتعرف في هذه الفقرة على مبدع شاب ونقترب من عوالمه وهواجسه ورؤاه. غيث حسن من مدينة خورفكان، من مواليد مدينة خورفكان حيث أعيش وأعمل هناك. المشروع الثقافي لدي تأثر كثيراً بوالدي، بأبي حفظه الله وأمي رحمها الله. في الحقيقة في البداية كان أبي يعني يتغيب عن البيت كثيراً بسبب العمل، وأذكر في تلك الفترة كان أبي يرسل إلينا شريطة الكاسيت يقوم بتسجيلها بصوته يحكي لنا القصص والروايات، فكانت هذه يعني بداية المعالم الأولى لدي التي أدخلتني إلى عالم الخيال والجمال. والوجه الآخر من التأثير كذلك كان سببه أبي أيضا، كان يمتلك غرفة صغيرة في زاوية المنزل، كنا نقضي معه فترات طويلة جدا في هذه الغرفة اللي كنا نسميها الصندقة، وكان يعمل كثير من الأعمال اليدوية والخشبية، وكان ينحت من الخشب، كان يخرج لنا من هذه الأخشاب يعني أجمل ذكرياته، يقوم بصناعة المراكب القديمة والتحف الجميلة التي كانت يعني أو التي عاصرها في بداية حياته. وهذا الأمر أعطاني إشارة إلى أنني أتبع شغفي دائما أو أخلق لنفسي حب يمكن أن يتمسك فيه. وبينما كنا في هذه الأجواء كان الكتاب أيضا متداول في المنزل بشكل أو بآخر، فوجدت نفسي أعشق الكتب على وجه التحديد. أذكر كتاب كان يحمل عنوان تحت المصباح، مطالعات وتجارب بين الكتب والناس، من تأليف المرحوم رجاء النقاش. هذا الكتاب أثر فيه كثيرا جدا. كان في بداية ما قرأته أنه بمثابة الدعوة إلى الإيمان بقيمة الحياة وجدوى الكفاح فيها، حتى لو كانت هذه يعني أو حتى لو كان هذا الكفاح نتيجة لأمور متواضعة وصغيرة جدا. في البداية كانت القراءة أو كانت مكتبتي الصغيرة يعني تمتلك بعض من الكتب والكتاب العرب فقط، مثل نجيب محفوظ ومحمد المر ورجاء النقاش وغيره. بعد ذلك تطور المشروع لدي ورأيت بأن هؤلاء الكتاب كانوا كثيرا ما يتأثرون بكتاب مختلفين غربيين، وكانت أسماءهم صعبة بالنسبة لي وغير معتاد عليه. فعندما ذهبت وتتبعت هذه الأسماء وجدت أن هذه الأسماء كبيرة جدا، وكانوا أغلبهم من الكتاب الروس، فوجدت أن الأدب الروسي يعد من أرقى الآداب الإنسانية، ويعني تكمن أهميته في أنه يعني كان مؤثرا جدا على مستوى كبير جدا، ليس على المستوى المحلي في روسيا فقط، بل على العكس. كان أذكر في هذا الصدد كان يقول الكاتب إرنست هيمنغوي الحائز على جائزة نوبل للآداب، كان يقول بعد قراءة تولستوي ودوستويفسكي لم يترك لنا هذان العظيمان ما نكتب. وامتد التأثير أيضا إلى أن يصل إلى كتاب والمثقفين العرب كميخائيل نعيمة وحياة شرارة. هذا من جانب، والجانب الآخر قمنا بإنشاء نوادي قرائية متعددة كنادي أصدقاء نوبل ومقهى البوكر التي تعتني بالكتب العالمية التي حاز أصحابها على جائزة نوبل للآداب أو التي فازت في مسابقات عالمية مثل جائزة الرواية العربية العالمية وما شابه ذلك. كان الدافع وراء هذه المبادرات التطوعية التي يقوم عليها شباب من دولة الإمارات هو أننا نخلق بيئة يكون فيها مستوى القراءة بشكل مرتفع وجاد. وأيضا نحن في جيلنا كنا محظوظين دائما بأن يعني يكون لدينا مرشد للقراءة يرشدنا على اختيار الكتب الطيبة الرصينة القوية. وهنا نحن بدورنا من خلال هذه المشاريع القرائية
أيضا نحاول أن نقوم بهذا الدور وأن نعمل عمل المرشد القرائي للكتب الجادة والكتب النافعة. المواقع الافتراضية قللت الكثير من التحديات والمخاطر من نوع كانت الأندية القرائية على شكلها التقليدي تواجه بعض الصعوبات سواء في الإجراءات أو غير ذلك. اليوم نحن في العالم الافتراضي نجد سهولة في التعامل مع كوننا نحن قراء لتبادل المعرفة وتبادل القراءة وفي التأثير أيضا في المشهد الثقافي. أعتقد أن عام القراءة كان جزء حيوي في أنه أدخل على يعني أدخل القراءة كقيمة وطنية تمارس من خلال مجتمعاتنا المؤسساتية وأيضا المجتمع بشكل عام. لأنني أعشق التحليق أعتقد بأنني يوما ما سوف أكون كاتباً.